السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. حياكم الله جميعا. الرايفلز والفوت شامبيون كل اسبوع كالعادة في هذا الوقت بالتحديد. يعني تشكيلة الاسبوع يا جماعة ابو كلب مرة كان نديم يحطون نيمار، والله كان نديم يحطون نيمار، يقولون سجل هدفين وبدع. حط نيمار يا اخي، حط، خلينا نستمتع. حتى لو كانت تشكيلة الاسبوع خرافية ما حيطلع لي احد، في انسيني بس على الله من الله، فما في شيء اليوم صراحة يحمسنا ان نستنى شيء خرافي، فهمتوا؟ المهم بسم الله خلينا نشوف الرايفلز. اخذنا اتوقع جبنا الرانك 1، ان شاء الله اني ما نزلت. يا رب الله يقطعهم، نزلوني ما كملت لعب يا اخي، ما كنت متحمس. ما جولد 1 يا جماعه الخير، 2 بيك اب بلايرز، نشوف الخياس بسم الله. فوقنا تشكيله الاسبوع خايسه، حيكون ايضا الحظ خايس في هذا الشيء، نشوفه. يلا مو حظ، هم يعطونك كذا. نات شو هندرسون، اوكي باخذ هندرسون، ريت اعلى. اللي بعده اخس، طلع لي ذا 88 ديم، 4-4 عجيب، دربلينج عنده 90 بس توازن الرشاقه، هذا حيطلع للكل. دام انه طلع لي يا جماعه هذا حيطلع للكل. 85-88 ممتاز. ها اعتقد هذا الاسبوع راح نحدث تغيير، ممكن نبيع نيمار نجيب لاعب ثاني. الدون سخاف الدون يا ولد، زوج ما ادري شوف يصير معانا. المهم على بركه الله نفتح الباكين ذي المخيسه اول شيء. يلا اوكي ما يلمع، يا سلام ده حلوه. يا شكرا والله، اعطوني بيك اب بلايرز من 75 ل 80، جزاكم الله خير. حتى ما طلع لي واحد، كلهم خمسه. اللي بعده يا سلام ما يلمع، بالله مين زعل علينا؟ ايوه حلو حلو يلمع. ما هو كاوت يقطعكم يا شيخ، بيكفورد صح؟ عشان ما اروح اقعد ابيع واقعد ادور في اللعيبه، فبعطيهم كوكسل ذولي. هل فيهم احد يسوى؟ يلا كوكسل الباقين. اوه 10,000 ديم، يلا يلا اللي بعده. حلو يلمع، وكاوت يس. فرنسا عمري سي بي مين؟ حق لونجلي، حلوين. لا والله ام تيتي حتى لونجلي اصلا ما يجيك وكاوت صح؟ ام تيتي 86 اول مره يطلع لي. ام تيتي هامسك هرنانديز بيبي، يو باك مليان ناس والله. ام تيتي هاي يجيب على خفيف، يعني في احد منهم ذولي يسوى بسرعه قبل ما نندم يعني. تكفى ان شاء الله ايكون يا رب. ول 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 فلالات كبيره ولا هو وكاوت. البرتغال بيبي انا اقول لكم بيبي يس، تو طالع يا اخي. يلا الباك الاخير ما يلمع، الله يقطعكم يا شيخ. صار عندنا 102 يا جماعه. من لعيبه الموسم كان عندي خيارين، يا اختار فيليب اندرسون او اختار عوار. تراني اخترت عوار، حطيته مكان سيسوكو بدالي انه جاي. الان نشوف ايش نقدر نسوي. بيع نيمار نجيب كريستيانو رونالدو، خلي نيمار بس نبيع ماني ونجيب مكان ماني واحد كويس. لازم نفكر كويس. طيب يا اخوة الايمان، سوينا تصويت ما بين كريستيانو رونالدو، تيني، راؤول وبوتراجينيو. الفائز تتوقعون مين؟ طبعا سويت التصويت في تويتر. الفائز يا جماعة الخير كريستيانو رونالدو بفارق كبير عن الباقيين، يعني المركز الثاني بوترا. راؤول ما حد صوت له بحكم انه موجود في السواب، فيقول ما يسوى عليك تشتريه، هو موجود في السواب. بوتراجينيو يعني هو الاقرب من هو اصلا اختيارنا له يكون منطقي اكثر. يعني الدون فاز حكم شعبيته، حكم الناس تحب كريستيانو رونالدو، لكن هل هو مفيد في اللعبة؟ يقولون لا. شكلي بسوي تصويت ثاني بين بوترا والدون، تصويت ثاني ما بين بوترا والدون ونشوف مين يفوز. سوينا تصويت، تعرفون النتيجه لمين؟ مع انه الشعب كله يقول بوتراجينيو افضل من الدون، الدون السنه ذي ابو كلب، التوازن عنده 71. يوم سويت تصويت بينهم اختاروا الدون مره ثانيه. شكوى لله نجيب كريستيانو رونالدو، جواز سكواد بتطلع لي بنزيما، طلع لي كذا في باك، وراح ابيع ذولي صح نسيت ابيعهم. باع نيمار، بعته على 770 يا اخوان، خسرنا شويه على خفيف يعني. ايوه بعنا اللاعبين يا اخوان ذوليك، بيل ومتيتي وبنزيما، وصار معانا 892 يا حبيبي. سيداتي سادتي اهلا بكم الحلقة الاعظم اللي راح نجيب فيها الملك الاسطورة الدون كريستيانو رونالدو. ارخص نسخة في السوق لكريستيانو رونالدو وهي 890، ويلكم. غير ما نبيع ماني تكي هنا يا حبيبي، ما في واحد في الدنيا ياخذ رقم 7 على الدون يا ولد. اعتقد الدون يبغى له انجن عشان يرفعه في التوازن والامور الطيبة ذي، ونتوكل على الله يا اخوان ونجربه في مباراة ان شاء الله باذن الله ان ما نندم. ليتس جو، قاعد يسوي تحدي ذا كمان، روح سجل. مبروك الفوز، ساهل. لازم ننشر الثقافة ذي، اللي بيسوي تحدي سواب خلوه يسوي تحدي سواب. تكفى لا تستقعد تنقص نقاط في الرايفلز، وذا تقدر تجمعها مرة ثانية عادي. اوكي مقطع شكله جوه، يلا كور. او ماي جاد، شكرا يا فراني. وحش مرة ثانية توقف في المكان الصحيح.
هيا شوت، استقبل كورة هنا. يا كرايف، كرايف هجمة خرافية. شكرا يا تير ستيغن. كرت احمر. يسجل. انا لعبت احسن يعني، كنت ماسك كوره بس بعد الطرد خلاص حسيت انه ما جربت الدون مره بالشكل الكافي. فتح الفوت شامبيون. الان نحن في اليوم الثاني، الدون موجود في التشكيله يا اخوان، كذلك جبنا اورسيتش، فراح نجرب اورسيتش والدون مع بعض نشوف يعني. بس هو اورسيتش انا ما ادري، ان شاء الله انه يطلع كويس. اعطيته بطاقه مايسترو، تزوده في الدريبلينج والباصات وشوي في الشوت. انا ما يهمني الشوت لانه الشوت عنده ممتاز، لكن الاهم اللي دفعنا عليه شبه مليون يا ولد. هيا بينا. اوكي ترى تو فاتح الفوت شامبيون يا اخوان، يعني حقابل ناس اقوياء في الغالب. اوه مصير دون دون دون. بريلو اليسار، بريلو اليسار. اوه اركبها. يقطع شكلك يا تروي، كذوب من كذوب. والله اول مره اركب هدف زي كذا. يا ليل الزق، بس انت ترى روح يا ايوه ايوه يا عمري. هذا هو التحول يا ولد، من اليسار لليمين يا اخي. فيجن رؤيا. شكرا يا فرانو، لا تتفلسف. اروح اركض 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 يا رجال، والله مو راشد. يا كرايف يا كذاب. بالله لو جبت بوترجينيو بيسوي زي كذا، بس ما في في اشياء موجوده في الدوم ما هي موجوده في اي مهاجم ثاني في اللعبه. بس يا احمد تراك في اول 10 مباريات في الفوت شامب بالضبط. يا ليل السنتره والله. يا ساتر، والله قلت حيل، والله قلت حيل. شوف فران، فران ايش فيك؟ شيخ امشي، صدقت عمرك؟ ايوه. يذكرني في واحد يسوي الحركات دي. هاني طلعوا worst man، أسوأ رجل. لا 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 حاشاك يا رجال حاشاك. طبعا هذه أول مباراة في الفوت، لسه باقي 29 مباراة يا جماعة. إن شاء الله إنه اختيار للدوم ما كان سيء، وأنا بعامل الدوم معاملة المجنون. عرفتوا ذاك المهاجم اللي ما يعرف يلعب بس تعطيه كورة ويسجل، بعامله زي كذا. وأورسيتش لسه ها لا نستبق الحكم عليه. أما اللي أخذ فيليبي أندرسون وخلى عوار، أنا أقول أنت مخفن لاعب وسط لا يفوتكم، مع الكيمستري السائل بيصير إن شاء الله مثالي. نراكم على خير يا جماعة، السلام عليكم.